سيدي، بداية وبالعودة إلى زيارة أمين عام منظمة الأوبك هيثم الغيث إلى الجزائر، أشاد بدور الجزائر المحوري والتاريخي في عدة محطات تخص منظمة الأوبك. إلى أي درجة يمكن اعتبار أن للجزائر دورا تاريخيا ومهما في المنظمة؟ تفضل. نعم، هذه حقيقة لا يذكرها إلا جاحد، لأنه منذ 2016 لما نعقد المؤتمر الدولي هنا في الجزائر وتمت الإحاطة بإحاطة كلية، وعندئذ بدأت فكرة التشاور على توسيع مجال التشاور خارج نطاق أوبك، وجاءت فكرة مجموعة الجزائر بقية المنتجين واللي تم تشكيلها في 2017 مثلا. طبعا العلم والدبلوماسية الثقافية الجزائرية لعبت دورا بارزا في تلك الأثناء، وجمع إذن كان معنا الأستاذ أحمد طرطار على المباشر، في انتظار ربما إصلاح الخلل التقني في هاتف الأستاذ نستكمل معكم بقية. إذن وبالعودة إلى الموضوع، دائما إلى زيارة أمين عام منظمة الأوبك هيثم الغيث إلى الجزائر، كانت الجزائر أولى محطاته خلال جولته الأولى إلى دول الأوبك، حيث أشاد بدور الجزائر التاريخي والمحوري في المنظمة ودورها البارز باعتبارها بلدا نفطيا بامتياز. نعود إلى الأستاذ أحمد طرطار، أنت معنا من جديد على المباشر. إذن توقفنا عند زيارة أمين عام منظمة الأوبك هيثم الغيث إلى الجزائر وإشادته بدور الجزائر المحوري والتاريخي في المنظمة ودورها البارز ربما في المراحل القادمة. تفضل. نعم، قلت أن هذا الدور لا يمكنه الجاحد بأدوار الجزائر منذ 2016 وهي تلعب أدوار محورية بالنسبة لمجموعة أوبك وكذلك مجموعة أوبك. نعرف باللي ضمن مؤتمر الطاقة الـ15 والذي انعقد تم بالتالي تكريس كل الجهود بتجميع مجموعة المنتجين مع بعضهم البعض في سياق يعني منظمة أوبك، زائدا بقية المنتجين خاصة كبار المنتجين مثل روسيا، وعندئذ جت فكرة تجميع هؤلاء المنتجين وتجسدت مع 2017 لما لعبت الدبلوماسية الثقافية الجزائرية يعني أدوار إيجابية في هذا التجميع. وفي الحقيقة منذ التاريخ بدأ ما يسمى بالتشكيل المجموعة يعني المباركة، واللي يعني تجاوزت صدمة 2014 وبدأت عندئذ تحاول أنها تواكب استقرارية السعر مع استقرارية التدفقات اللي هي تفضي إلى سعر توازن بين المنتجين والمستهلك. وأعتقد إلى حدود 2021 نصف الثاني لما بدأت التمشي الإيجابي اللي تم بمقتضاه مسيرة كل الظروف التي واكبت عملية عن التسعير وواحد خلالها تدفق المنتوج في السوق، وعندئذ أصبحت مجموعة أوبك تتحكم تحكما إيجابيا في أسواق النفط بصورة عامة مثل ما قال السيد الأمين العام، لأن الغرض ليس فقط السعر إنما السعر والمحافظة على مخزونات المنظمة وغيرها من المعطيات. طيب أستاذ، ربما بالعودة إلى تصريحات أمين عام منظمة الأوبك هيثم الغيث، ذكر أن قرارات الأوبك لا تستهدف الأسعار من خلال ربما قراراتها وخياراتها، وإنما تعمل المنظمة على دراسات الفنية والاقتصادية لأوضاع الاقتصاد بعيدا عن السياسة. كيف ذلك ونحن نعرف أنه ربما هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والسياسة؟ تفضل. هذه حقيقة لاحظنا أن في كل يعني اجتماع يكون هناك تنهيدي من خلال مجموعة الخبراء مما يؤدي إلى دراسة يعني مستفيضة لوضعية السوق، ومن خلال يتم اقتراح مشاريع قرارات لأصحاب القرار، وفعلا باللي دائما أبدا يكون هناك ملائمة بين قدرة المنتجين بصورة عامة داخل المنظمة وكذلك السعر الذي يرضي هؤلاء المنتجين بما يؤدي للمحافظة على يعني سعر توازني
بينهموا بين مجموع المنتجين بحيث يغطي تكاليف الانتاج ويعطي نوع من الاريحيه بالنسبه للحصول نوع من الارباح بالنسبه للمجموع المنخرطين في المتوسط لاوبك ومن خلالها اوبك. في ذات الحين يراعي نوع من التوازن بينه وبين يعني قدره المستهلكين على استيعاب هذا المنتوج وفق هذه الاسعار، وهذا ما ذهبت اليه كل التحاليل واصبح الان يسمى بالسعر التوازني اللي هي يرضي في الحقيقه مجموع المنتجين في ذات الحين يرضي او يحاول ان يرضي كثير من المستهلكين. سيد أستاذ أحمد طرطال أستاذ الاقتصاد بجامعة بسة، شكرا لك، كنت معنا على عبر الهاتف على المباشر. واستكمالا معكم لبقية الأخبار ماليا، أكد المدير العام للبنك الوطني